المهن الطبية كتيرة ومتنوعة، ناس وهبوا أنفسهم للعلاج والاعتناء بالغير، حمايتهم أساسية. كاين بزاف ديال لي زافونتاج، ما بقيتش كنفكر في التعويضات، عارفه راسي غادي نمشي مثلا ندير كونسلطاسيون عند الطبيب، ولا نمشي ندير اون راديو، ولا نشري الدواء، ولا سكانير، ولا لوسبيتاليزاسيون اللي يكتب هادشي على شي واحد، غادي نمشي لاجونس ديال لا سينيسيت، غادي نديبوزي الدوسي وغيجوني تعويضات بعد مده قليله. حتى نتوما تسجلوا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر بوابه ما سينيسيس.ما او في مكاتب القرب.